السلام عليكم. موجة جديدة من الاختطافات التي لا تتوقف، لكنها هذه المرة اتخذت مسلكا آخر. اختطاف جماعي يطال العشرات من قرية الحقب دمت الضالع. هذه الموجة تكشف أكثر من أي وقت مضى أوجه القمع المتعددة لدى الميليشيا، خصوصا فيما يتعلق بالاختطاف الجماعي للأطفال وكبار السن. بينما المبعوث الأممي يتنقل بالأجواء بين لندن والرياض وصنعاء وأحيانا مسقط، تتجول شاصات الانقلاب في القرى والأحياء لاختطاف المدنيين العزل من المنازل وحقول العمل بحسب متابعين. ملف الاختطاف مثقل بالجروح، إذ مر 500 يوم على اختطاف الصحفيين والناشطين لأسباب سياسية وحقوقية دون ما الكشف عن مصير أماكن البعض منهم. التحالف اليمني من جهته رصد 9949 معتقل خارج إطار القانون من قبل ميليشيا، وجودها غير قانوني وغير شرعي. واللافت في الأمر أن حملة الاختطافات الجماعية تحمل أكثر من إشارة، إذا ما تعلق الأمر بدلالة التوقيت، وبالذات أن الاختطافات جاءت في أيام الهدنة. وعلى الرغم من التدهور الاقتصادي الحاصل في البلد والأوبئة وأزمة الرواتب والخناق الذي يحيط باليمنيين من الجهات الأربع تحت سيطرة الميليشيا، إلا أن الميليشيا مستمرة في التعامل بذهنية قطاع الطرق منذ اللحظات الأولى للانقلاب إلى هذه اللحظة، كما يقول المراقبون. كل يوم يمضي يتضاعف الاحتقان الشعبي، وتتسع دائرة الانتهاكات في أوساط الشعب المرتهن ليوميات القهر والانقلاب. إذن مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من المساء اليمني نناقش فيها الموجة الجديدة للاختطافات في ظل زيارة ولد الشيخ لصنعاء لبحث الحلول السياسية وتمديد الهدنة الإنسانية. نبدأ النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير. 500 يوم على اعتقال الآلاف من المناهضين لانقلاب الميليشيا على الدولة والإجماع الوطني، فترة كانت كافية لإجلاء حقيقة الانتهاكات متعددة الأوجه التي تمارسها ميليشيا المخلوع صالح والحوثي الانقلابية بحق المعتقلين عبر التغييب والتعذيب والقتل المتعمد. اختارت الميليشيا أن تحتفل بذكرى مرور 500 يوم على بدء الاعتقالات الشاملة للسياسيين والصحفيين والناشطين والحقوقيين بطريقتها الخاصة في هذه القرية المعروفة باسم الحقب من مديرية دمت بمحافظة الضالع. وفي ظل الهدنة الإنسانية احتفلت الميليشيا عبر اقتحام القرية واعتقال 40 شابا من أبنائها. الذي جرى أمس هو يعني اعتقال واسع، وهو ليس الأول من نوعه، بل تمت هناك اعتقالات، ولكن هذا يعني كان بشكل أوسع، حيث تم اعتقال أكثر من 40 شاب وأيضا فلاحين مسنين وحتى أطفال، وكان الهدف هو العبوة الناسفة الذي زعموا أن أهالي القرية زرعوها، مع أنه ولا شك تزرعها هذه الميليشيات. كان الشباب المستهدفون جزءا من ثورة 11 من فبراير السلمية، وكان الحوثيون يقيمون في خيمة مجاورة في نفس الساحة، لكن هؤلاء تحولوا إلى أداة لملاحقة الثوار واعتقالهم وتعذيبهم، لأن مشروعهم كان الاستيلاء على السلطة، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا التحالف الوثيق مع الجلاد نفسه. أنا واحد من المختطفين، شلوبني ولا أدريت أينه. هؤلاء النساء لا يكفين عن الوقفات الاحتجاجية في وجه السلطة الميليشياوية الغاشمة في صنعاء، يبحثن ببساطة عن أبنائهن وأزواجهن المسجونين بلا عنوان والمعذبين بلا تهم ولا جرائم. أي جريمة أبشع من التي ترتكبها الميليشيا هذه الأيام؟ فالبلاد وصلت إلى حالة غير مسبوقة من الفشل. مئات الآلاف من الموظفين الذين اختطفت الميليشيا مؤسساتهم أصبحوا بلا مرتبات منذ 3 أشهر، فمن هو الأجدر بأن يعتقل ويحاكم ويدفع به إلى مزبلة التاريخ سوى هذه السلطة الكهنوتية وميليشياتها الطارئة على اليمن الجديد الذي لن يعود أبداً إلى الوراء؟ إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ البراء شيبان، الباحث في مجال حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ البراء. مساء النور وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك معنا عبر سكايب من لندن أستاذ البراء. على خلفية هذه الحملة والموجة الشرسة من الاختطافات، يعني ميليشيا الحوثي تختطف أكثر من 40 شاب وعامل في الحقول من أبناء الحقب، لو بدأنا بالحديث معك عن هذه الموجة من الاختطافات، ما الذي تشكله أستاذ براء؟ هي حقيقة هي فقط يعني نقطة في سلسلة متواصلة أو متتالية من انتهاكات مارستها جماعة الحوثي منذ اللحظة الأولى.
جماعة الحوثي لمن لا يدرك، جماعة الحوثي لديها مئات المعتقلين بل المخفيين قسرا من أبناء محافظة صعدة أنفسهم. كثير من الذين هجروا من قراهم من محافظة صعدة أثناء سيطرة جماعة الحوثي عليها تم اعتقالهم، وبعضهم مخفي قسرا إلى هذه اللحظة. فالسلسلة هي استمرت، وبعد ما توسعت جماعة الحوثي إلى المحافظات الأخرى انتقلت إلى عمران ومارست نفس الممارسات، وانتقلت إلى صنعاء، ثم رأها الجميع على حقيقتها أن الجماعة تعتقل. ورأينا زعيم جماعة الحوثي في أحد خطبه يحرض على الناشطين والصحفيين بشكل واضح وعلني، لم يتجرأ حتى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ولا في أعتى مراحله أن يحرض بهذه الطريقة. أنا أعتقد أن اليمن للأسف الآن يمر بأسوأ مراحله الحقوقية، برغم أن فترة أصلاً كانت الرئيس السابق كانت مرحلة سيئة من ناحية الحقوقية، ولكنها لم تصل إلى هذا المستوى. نعم، لكن أستاذ برا، يعني اختطاف 40 شخص جملة واحدة، يعني ما كمية الذعر الذي ستثيره مثل هذه الحملة، خاصة أنها مجرد ادعاءات؟ يعني هل يعقل أن يقوم 40 شخص بزرع عبوة ناسفة كما يقولون؟ هناك الكثير منهم يعني من هم عمال في الحقول أيضا. لا، أصلا العملية هي من بدايتها أصلا عملية غير قانونية. نحن نتحدث عن غياب السلطات الرسمية، وهذه كانت المفارقة الأساسية، أنه خلال الفترة السابقة، خلال فترة الرئيس السابق، كان هناك اعتقالات، ولكن كان هناك وسائل قانونية يمكن تحدي أو يمكن أن تتحدى قرار الاعتقال عبر الطرق الرسمية. فكان يذهب للقضاء، كان يذهب للنيابة، كان كثير من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بإمكانك أن تتواصل مع الجهات الأمنية المختصة. في ظل جماعة الحوثي، كل من يتحدث للأسف الشديد سوف يتم اعتقاله. إذا قام أحد المحامين بالتطوع والذهاب للبحث عن ماذا حدث لهؤلاء المعتقلين، قد يعتقل هو أيضا هناك غياب للسلطة القضائية. يعني هؤلاء عندما تم اعتقالهم ليس هناك لا أمر من النيابة ولا أمر من القضاء ولا يعني الموضوع كله أصلا خارج نطاق القانون. لنتحدث أنهم قاموا بزرع عبوة ناسفة أم لا، العملية أي اعتقال يجب أن يكون بالطرق القانونية. النقطة الثانية، يعني صفة الضبطية القضائية أصلا لجماعة الحوثي غير موجودة. هي أصلا جماعة غير قانونية بتشكيلها، لا هي جهاز أمني ولا هي جهاز سياسي ولا لديها أي صفة قانونية حتى تمارس الاعتقال بهذه بعد. نعم، ولذلك نحن نسميه اختطاف أكثر مما هو اعتقال. يعني على الاعتقال يأتي من جهة رسمية، لهذه المرحلة اختطاف، وإذا وصل إلى مرحلة الإخفاء القسري أي تصنفه الكثير من الجهات الحقوقية أنه قد يصل إلى جرائم حرب، لأن الإخفاء القسري مرحلة أبعد من فقط مسألة الاعتقال والاختطاف. نعم، يعني أستاذ برا، يعني هل نستطيع أن نقول أننا أمام مرحلة جديدة من الاختطافات التي تقوم به هذه الميليشيا، اختطافات جماعية؟ لم يعد الأمر فقط يعني شاب أو شابين من المنطقة، هناك في القرى بالذات تحدث مجازر لهذه الاختطافات بهذه الأعداد المهولة. المرحلة أصلا هي اليمن اختطفت منذ سبتمبر 2014 رسميا، هي تصبح في مرحلة الاختطاف، والجهات القانونية والرسمية والأمنية ضاعت تماما، وداخلين في مرحلة الفوضى. فجماعة الحوثية تتصرف أشبه ما تتصرف به جماعة داعش في العراق أو جماعة القاعدة. ليس هناك قانون يضبطها، ليس هناك وسائل قانونية يمكن أن تتابع فيها المختطف، ليس هناك التزام أيضا بالمعايير القانونية وحقوق المعتقلين. هذه كلها أصلا أصبحت من الماضي. نحن نتحدث عن مرحلة الدولة فيها كلها مختطفة، ليس هناك الآن وجود الدستور عمليا معطل منذ سبتمبر 2014، ليس هناك دستور يستطيع المحامون والحقوقيون ممارسة حقوقهم ومزاولة نشاطهم عبره. نعم، للأسف أستاذ برا، يعني فيما يتعلق بملف المختطفين، يعني منذ السابق هو ملف مثقل بالجراح في عهد الحوثي كما تفضلت، يعني منذ 2014، يعني بعضهم مر عليهم 500 يوم حتى اللحظة على اختطافهم. هل أصبح هذا الملف في طي النسيان؟ لم يعد أحد يطرحه على طاولة المفاوضات أو حتى على الحديث عند الحديث عن أي حلول سياسية؟
لا، المرحلة الأولى طبعا يجب التأكيد على ما هو دور عندما تقوم بعض المنظمات الحقوقية بالرصد. مهمة الرصد هي مهمة جدا لأنها لا تضيع حقوق، على الأقل يبقى هناك رصد وتوثيق لكل هؤلاء المعتقلين، لكل هؤلاء الضحايا، ورصد أيضا للطرف المنتهك. هذه هي نقطة مهمة. النقطة الثانية، أن تستمر الحملات في هذه المرحلة، أن تستمر حملات التوعية سواء عبر مثل هذه البرامج التلفزيونية، أو أن تستمر الحملات الحقوقية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تستمر حية، يجب أن لا تذهب حتى لا يضيع ملف هؤلاء الحقوقيين مثل ما ضاعت الكثير من الملفات قبلها. حتى مرحلة إعادة الدولة، حتى مرحلة استعادة الدولة، يمكن بعد ذلك البحث عن ما هي الـ 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 او من هم المعتقلين الذين لا يزالوا في طور الإخفاء. وما يقلقنا اكثر في هذه المرحلة ان كثير من هؤلاء المعتقلين قد يتم إخفاءهم قسريا، وهي مرحلة صعبة جدا تكون على أسر المعتقلين ومثل ما تكون على الضحايا انفسهم. نعم، خاصة يعني ونحن ما زلنا نعاني من مختطفين من السبعينات والثمانينات حتى اللحظة مخفين قسرا. إذا أستاذ برام، يعني بعد توقف الحديث من قبل المبعوث الأممي عن مسألة المختطفين، كيف تفسر هذا الأمر؟ لا، يعني احنا يجب ان نستوعب المبعوث الأممي، هنا كانت مفارقة أساسية. ان المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر كان يولي موضوع المختطفين والاعتقالات أهمية، كان هو شخصيا يحاول أن يتابع بعض القضايا، خصوصا إذا تم الضغط عليه من قبل بعض الناشطين الحقوقيين، يهتم أن يتابع شخصيا، ربما للخلفية الحقوقية التي هو أصلا كان فيها، وأنه كان معتقل سابق في المغرب. لكن المبعوث الجديد بشكل واضح لم يتحدث عن أي من الانتهاكات، ليس هناك أي تقرير واضح أو بيان واضح من قبل المبعوث الأممي عن ملف كبير من الانتهاكات تمارسه جماعة الحوثي، كون أنه اختزل دوره في مسألة الوساطة ما بين الأطراف السياسية. فهو لا يريد أن يعرقل مسألة الوساطة السياسية التي يقودها والمباحثات كونه وسيط، ان يقوم هذا ان يعرقل هذا الدور او هذه المهمه. فاعتقد انه وان كان من المهم الضغط عليه لان يكون اكثر قوه والصراحه فيما عندما يعني عندما يتم الحديث او يتعلق الامر بموضوع المختطفين، ولكن لا اعتقد انه يجب ان نعول عليه الكثير. نعم، إذا أستاذ البراء اسمح لنا أن ننضم معنا عبر الهاتف أيضا الصحفي نصر المسعدي من الضالع. مساء الخير أستاذ نصر. يا مساء الأنوار، سعد الله مساءكم. أهلا بك معنا. أهلا بك معنا أستاذ نصر. حملة اختطافات واسعة شهدتها الحقب بدم، تحدثنا عن المزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة التي قامت بها ميليشيا الحوثي. طبعا ما جرى في الحقب حالة غير مسبوقة على الإطلاق، يعني أن تعلن أن يجري اختطاف واعتقال أبناء القرية بشكل تعسفي وبصورة همجية كما جرى يوم أمس، هي أعمال طبعا تضاف إلى سجل هذه الميليشيات. أن يجري حظر التجوال في قرية سابقة هي الأولى، لم تحدث في أي مكان آخر، منع الناس حتى من الاحتفال بعقد القران، جرى هذا كله في قرية الحقب. طبعا يوم أمس زج بأبناء الحقب صغار كبار من مختلف الأعمار، جرى اختطافهم من الشارع العام وزج بهم إلى أقبية وسجون معتقلات ميليشيا الحوثي وصالح في دمت. يعني لم يكن حتى لديهم أسماء محددة أستاذ ناصر، يعني من وجدوه قاموا باختطافه في الشارع بهذا الشكل؟ لا طبعا، نعم، استقدموا عدة أطقم وكل من وجدوه بالشارع أمام محلات يعني القرية أخذوه إلى السيارة، لم يفرقوا بين صغير أو كبير، بين ناشط وآخر، زجوا بالكل في المعتقل. نعم، يعني حتى اللحظة لم يتم الإفراج عن أي أحد، هل حدثت هناك أي تحقيقات؟ لا
لا طبعا أفرج عن الكبار السن وبعض الناس يعني ممن هناك نوع من يعني التركيز على شباب معينين الناشطين من لم يعني يعجب الميليشيات ولم يرضخ لمشروعهم الانقلابي. نعم طبعا هناك نوع من التعسف حتى يعني الناشطين على مستوى الفيسبوك من لم يعجبه يعني حديث فلان أو علان يزج به في المعتقل. نعم يعني إذن أين دور وجهات المنطقة تجاه ما هذه التعسفات والانتهاكات التي حدثت يعني ربما ليست بالأمس وإنما ما تمر بها الحقب بشكل عام منذ أشهر؟ طبعا الناس وصلوا إلى مرحلة لم يعد تجدي مسألة الوجاهات والشخصيات، ماذا عساهم أن يعملوا؟ هذه الميليشيات تتعسف الناس بشكل غير عادي، لا تميز بين صغير أو كبير، بين شخصية اجتماعية أو غيرها، يأخذون التجار، يأخذون الشباب، لم يعد يجدي معهم يعني ضغط الشخصيات أو حتى الاستنكار، لا يفرقون ولا يأبهون لمثل هذه الاحتجاجات، هم يمارسوا هذه الأعمال على قرية الحقب باعتبار أن الحقب يعني لها رمزية في المنطقة. طبعا الحقب بطابعها المدني بشبابها بمستوى الوعي الذي يحمله هؤلاء الشباب بما قامت به الحقب من دور تنويري خلال ثورة الشباب السلمية، هم اليوم ينتقمون من هذه القرية، يحاولون أن يخضعوا أبنائها أو يركع الناس فيها من أجل أن تكون عبرة لبقية المناطق، يحاولون أن يسترهبوا الناس كي يقبلوا بمشروعهم الانقلابي ويقبلوا بسياسة الأمر الواقع. نعم أستاذ نصر، يعني ما كان موقف الأهالي حتى اللحظة؟ هل حاولوا الإفراج عن ذويهم؟ كيف كان التواصل مع الميليشيا؟ هناك يعني بعض طبعا القرية ضجت مختلف الناس، لأنه يعني قرأت في بعض المنشورات في الفيسبوك أن القرية صارت خالية من الشباب ومن الناس إلا من القليل، وشبهها بعض الناشطين بأنها يعني كنهار رمضان، يعني لم يعد هناك شباب إلا النساء وبعض الناس اللي لم تستطع الميليشيات أن تصل إليهم. نعم. اليوم جرى الإفراج عن بعض كبار السن وبعض الشباب اللي قد سبق وأنا اعتقلوهم عدة مرات، تبقى حوالي 16 فرد لا زالوا يخضعون للتحقيق ولا زالوا في المعتقلات الميليشيات، وهذه الأعمال ربما تحولت لدى ميليشيا الحوثي وصالح إلى ما يشبه الاستثمار، يعني طبعا هم يزجون بالناس إلى معتقلاتهم ولا يفرج عنهم إلا بعد أن يدفعوا غرامات مالية قد تصل أحيانا إلى مبالغ كبيرة، وقد جرى مع كثير من تجار المدينة يعني أخذوا إلى أماكن مجهولة ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن دفعوا مبالغ مالية كبيرة. نعم إذن شكرا جزيلا لك نصر المسعدي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الضالع. عودة إليك أستاذ براء. أستاذ براء، يعني كان هناك الكثير من الوعود تم إطلاقها لحظة مشاورات الكويت عن إطلاق المختطفين ولكنها ربما تبخرت، لماذا برأيك؟ خاصة يعني ونحن نجد أن نداءات الأمهات في أكثر من رابطة ربما أبرزها رابطة أمهات المختطفين لم تجدي ولم يصل صوتها بعد ولم يؤثر حتى اللحظة. نعم أعتقد أنه الإشكالية أنه تم ربط الملف الحقوقي بالنسبة للمختطفين بمداح الحالة الوضع السياسي، فهؤلاء المختطفين بحسب جماعة الحوثي وبالطريقة التي يتم اعتقالهم بها
هم رهائن حتى يتم حل المسألة القضية السياسية. وبالنسبة لجماعة الحوثي هذه هؤلاء رهائن حتى يتم تحقيق لهم بعض المكاسب والمصالح السياسية. أعتقد أن أول نقطة يتعلق في الجانب السياسي. يجب على كل الأطراف السياسية دون استثناء أن تفرض أن يتم مقايضة وضع المختطفين بالملف السياسي، حتى لو تطلب الأمر إيقاف كل المباحثات حتى يتم إطلاق جميع المختطفين، لأن هذه قضية حقوقية. يعني هل تعتقد أن هذه النقطة أستاذ برع، عند هذه النقطة هل تعتقد أنها ربما ورقة قوية بالنسبة للحكومة أن ترفض أي نقاش حول حلول سياسية إلا بعد الإفراج عن المختطفين؟ هل يمكن أن يمثل ذلك ضغطا على المجتمع الدولي للتحرك من أجل هذا الملف؟ بالتأكيد هذا ملف مهم جدا، خصوصا أن هذا قضية طبيعية. يعني لا يمكن أن تتحدث أنك تريد أن تتفاوض على حكومة جديدة ووضع جديد وتريد أن تبحث ملفات سياسية ولا يزال معك آلاف من المختطفين والمعتقلين في السجون. النقطة الثانية أنه على المبعوث الأممي كونه يمثل جهة يعني الأمم المتحدة أكبر جهة أممية أن 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 يعلن ذلك صراحة في أكثر من مناسبة، أنه يجب على جماعة الحوثي أن تطلق جميع المختطفين. الطريقة الثالثة وهي التي لم يتم الاستفادة منها إلى هذه اللحظة هو عبر المقررين الخواص المختصين بالاختطاف والإخفاء القسري. المقررين الخواص التابعة للأمم المتحدة هؤلاء يستلموا شكاوى فردية وليس من منظمات. من يستطيع تقديم هذه الشكاوى الفردية أستاذ براء؟ مثلا على سبيل المثال رابطة أمهات المختطفين ممكن أن يقدموا هذه الشكاوى، ولكن للتنبيه هم يستلموها شكوى بشكوى، يعني حالة بحالة، لا يستلموها كحالة جماعية أنه مثلا تم اختطاف 40 شخص أو 50 شخص أو يعني وهكذا. فيجب أن يعني يتم هل العمل بشكل من الممكن جاد. أن تقوم رابطة أمهات المختطفين برفع 50 شكوى مثلا، كل شكوى منفصلة أنه نعم في نعم تاريخ مختلف؟ نعم، وليس فقط 50 شكوى، بل مفروض أنه مئات الشكاوى، آلاف الشكاوى إذا تطلب الأمر لكل مختطف يكون هناك شكوى حتى يتم رصده لدى المقررين الخواص. بعد ذلك يتم الضغط على المقررين الخواص في أي لقاءات قادمة مع الدول المعنية يتم رفع هذه الشكاوى، وهذه كلها أساليب، يعني كلها أساليب ووسائل ضغط. وهذه نقطة أذكر مرة أخرى لم يتم الاستفادة منها على الأقل إلى هذه اللحظة. الوسيلة الأخرى هي عبر هذه الحملات وحملات التوعية والتذكير عبر يعني الكثير من البرامج التلفزيونية، التواصل مع المنظمات الحقوقية لإبقاء هذا الملف حيا ولا يتم تجاهله. ثم نأتي بعد عام أو عامين ونكتشف أن لدينا ليس فقط مختطفين بل مخفيين قسرا. نعم، إذن أستاذ براء أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا فقط أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم لاستكمال النقاش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى معنا أستاذ البراء. أستاذ البراء، بداية الحديث يعني أنت تحدثت عن أن هذه ليست سلطة وإنما هي عبارة عن ميليشيا غير قانونية ولا توجد لديها الصفة الضبطية. هناك أيضا يعني مشكلة أن حسب يعني تقرير قام به التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، يعني سجون غير مرئية، إخفاء قسري، اختطافات جماعية للأطفال والكبار السن أيضا، كل هذه الجرائم من وجهة نظر القانون الإنساني أين يمكن أن تصنف؟ في البداية يعني كون أن جماعة الحوثي لا تمتلك الصفة الضبطية القضائية أو ليست جهة رسمية أو حكومية، هذا لا يعفيها من كون أن ما قامت به انتهاك وفي حال الإخفاء القسري هي جرائم حرب، بغض النظر عن ماذا كانت صفتها. التحدي هو فقط أنه في حال أنها تكون جماعة مسلحة وميليشيا مسلحة
يصعب دور المتابعة القانونية ويصعب دور الجهات الدولية في الضغط على هذه الجماعة. هذه هي الإشكالية الوحيدة التي نواجهها جميعا مع جماعة الحوثي. نعم. جماعة الحوثي أيضا ليست حزبا سياسيا، فليس هناك جهة سياسية يمكن التخاطب معها أو التحدث معها بخصوص هؤلاء المعتقلين. معظم هؤلاء المعتقلين يتم اعتقالهم من قبل الجناح العسكري لهذه الجماعة، وهو الجناح المتنفذ داخل هذه الجماعة. أما ما يسمى بالمكتب السياسي في صنعاء، هذا مكتب ليس لديه أي سلطة وليس لديه أي دور في تقرير ما إذا كان هؤلاء دور هؤلاء المختطفين، ماذا يتم العمل بهم. وأذكر أنه لم يتم تقريبا إطلاق سراح أي من المختطفين من خلال المكتب السياسي لجماعة الحوثي، وكانت معظمها من قبل وساطات قبلية. نعم. أو واجهات اجتماعية أو مبالغ تدفع يعني من قبل العائلات. نعم. طيب يعني اسمح لنا أستاذ براء أن يعني أقتطف جزء من التقرير الذي رصده التحالف اليمني، لأنه أرقام يعني مرعبة في الحقيقة، غير أرقام المختطفين. هناك بعض التفاصيل، يعني أوضح التقرير بعد تحليل بيانات وشهود أن هناك يعني هذه معظم السجون 82% منها تفتقد إلى أدنى معايير الصرف الصحي، 89% من المعتقلات منعدمة التهوية الجيدة، 49 منعدمة الإضاءة، ومعظمها تعتبر زنازين أرضية، 51% منها يتم تخزين أسلحة ثقيلة وقد تكون عرضة لقصف الطيران، 20% من المعتقلات يعني ربما يستخدم المعتقلين فيها دروع بشرية حسب هذه الأرقام، وبلغت نسبة المعتقلين الذين لا يتعرضوا لأشعة الشمس 79%، ما قد يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية. كل ذلك أستاذ براء وضع غير قانوني البتة، كيف يمكن التعامل معه؟ العملية أصلا هي منذ البداية، مثل ما أنا ذكرت في بداية الحديث، جماعة الحوثي بمجرد من أنها هي من تقوم بالاعتقال، فالعملية هي أصلا كلها خارج نطاق القانون. فلا يمكن الحديث بعدها أنه أن جماعة الحوثي اعتقلتهم مثلا خارج مثلا السلطات الرسمية أو خارج السجون الرسمية. العملية هي منذ عملية الاعتقال هي عملية أصلا خارج إطار القانون. ولذلك كان التوصيف الدقيق الأدق لهذه الحالات هي حالات اختطاف وليست حالات اعتقال. وبالنسبة لطريقة التعامل مع هذه، طبعا يجب في البداية استمرار عملية التوثيق والرصد لكل هذه الحالات، أن تقوم أسر المعتقلين إذا كان هناك معتقل لديها أن تتشجع بحيث تتخاطب مع الجهات الحقوقية والجهات المختصة حتى لا يضيع هذا الحق. والنقطة الأخيرة أن يظهر هذا الملف حاضرا وحيا خلال الفترة حتى مرحلة استعادة الدولة. في الأخير أنا شخصيا أستبعد أن جماعة الحوثي سوف تقوم بإطلاق سراح المعتقلين إلا إذا في حالتين، كان هناك حل سياسي نهائي وهو ما زال بعيد المدى إلى هذه اللحظة، أو كان هناك أو عادت الدولة بكل مؤسساتها إلى داخل العاصمة صنعاء. وفي تلك الحالة سيكون هناك فرصة بأن يقوم هؤلاء أسر المعتقلين بضمان على الأقل سلامة أبنائهم إذا كانت القضية حية، لأنه كلما تكون القضية حية أنت تسبب ضغط أكثر على جماعة الحوثي أنهم لا يتم إخفاءهم ولا يتم إساءة التعامل معهم بشكل أكبر، ولا يخاف أسرى المعتقلين، يجب أن لا يكونوا خائفين من الحديث مرارا وتكرارا إلى الوسائل الإعلامية والمنظمات الحقوقية حتى يتظل القضية حاضرة وحية. نعم، إذن لتسليط الضوء أكثر على ما ورد في تقرير التحالف اليمني، ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ رياض الدبعي، مسؤول الرصد والتوثيق في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ توفيق. رياض، عفوا. مساء النور، مرحبا فيك وزميلنا الأستاذ البراء شيبان. أهلا بك معنا أستاذ رياض. يعني هناك أوجه قمع متعددة تقوم بها ميليشيا الحوثي، ربما تزايدت في الفترة الأخيرة، ما تفسيرك لهذا الأمر؟
بداية مسألة الاعتقال والاحتجاز اللي قامت بها ميليشيا الحوثي هي من عند دخولها العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر. كان كل من يعارض جماعة الحوثي وجماعة صالح يتم الاعتقال والاحتجاز خارج إطار. هناك العديد من الأسباب، كثير من المعارضين السياسيين والنشطاء والإعلاميين والصحفيين كانوا محتجزين داخل سجون الحوثي صالح. وكما أشار تقرير التحالف لدينا الكثير من المعارضين. تحدث التقرير أو ما نتكلم عن التقرير من 21 ديسمبر 2014 إلى نهاية إبريل 2016 لدينا 9949 معتقل في سجون ميليشيات الحوثي، 12 امرأة منهم و204 طفل. وصل أيضا إجمالي المختفين قسرا إلى 2706 مختفي قسرا. وتم رصد وتوثيق أيضا 4689 حالة تعذيب، توفي منهم 8 معتقلين. هذه هي الإحصائيات اللي قامت ميليشيا الحوثي وصالح بالاعتقال وتجدهم بالسجون. نعم أستاذ رياض، يعني كثير من الحالات التي تم رصدها رقم مفزع في الحقيقة، كيف تمكنتم من رصد هذه الحالات خاصة وأن هناك نساء وأطفال أيضا ضمن هؤلاء المختطفين؟ نحن في التحالف اليمني لرفض انتهاكات حقوق الإنسان لدينا فريق ميداني قاصد يعمل في ظروف صعبة وظروف غامضة وبسرية تامة أحيانا حفاظا على سلامتهم وسلامة أجسادهم. يعملون في 12 في 18 او في حدود 19 محافظه يمنيه. الشيء الثاني نحن نعمل وفق اليات ورسم الامم المتحده، نعمل على مقابله الاهالي، على التواصل معهم، على استلام استمارات منهم، على تلقي البلاغات. ولدينا وحده تسمى وحده الرصد في مدينه تعز في مع الفريق تعمل على تحليل البيانات، ومن ثم لدينا وحده اللي هي كتابه التقارير ومراجعه التقارير. نعمل وفق اليات الامم المتحده فيما يخص الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الانسان. نعم، طيب أستاذ رياض، يعني حملة الاختطافات الجماعية كما حدث في الحقب في دمت الضالع، يعني ما الذي تحمله من مؤشرات إنسانية في هذا التوقيت؟ لا يوجد أي جديد بالنسبة للجماعات الحوثية. هي جماعة إرهابية، جماعة متوحشة تعمل على الاعتقال والاحتجاز خارج إطار القانون لكل من يعارضها أو يطالب بمستحقاته أو يناهض هذه الجماعة. أمس وصلتنا قائمة من زملائنا الراصدين في الفريق الميداني من مدينة دم، لدينا قائمة ب 41 معتقل من قرية الحقب، ولدينا أيضا قائمة ببعض الناس اللي هم من خارج قرية الحقب اللي كانوا يعملون في هذه المدينة. لدينا مثلا شخص إلى شخصين شباب من تعز كانوا يعملون في هذه المدينة، أيضا تم الزج فيهم بالسجون. نحن نتواصل الآن مع الفريق الميداني لتوثيق كل الحالات. المختفين السابقين تعرضوا أيضا للتعذيب والقتل، للتعذيب بالصاعقة الكهربائي، باللطم، بالدكم، بكل أساليب التعذيب. طبعا حاولنا نتواصل مع بعض المسؤولين من جماعة الحوثي، رفضوا لمقابلة الفريق الرصد الميداني، أيضا رفضوا أو لم يسمحوا لذوي الاهالي بمقابلتهم. هناك ناس مختفيين قسريا من بدايه الانقلاب لا نعرف عنهم شيئا. نعم، اذا استاذ رياض، يعني هناك من يتحدث عن ان استمرار هذه الانتهاكات والقمع هي رساله من الميليشيا انها لا تكترث للقرارات الدوليه ولا للقوانين الانسانيه، هل تتفق مع مثل هذا الطرح؟ يا عزيزتي، هذه جماعة ضد القانون، جماعة خارج ضد العدالة، ضد المواطنة، ضد كل شيء جميل في هذه الحياة. هي ضد كل القوانين، هي أيضا ضد الاتفاقيات المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية. هناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهناك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهناك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهناك اتفاقية نهضة التعذيب. هذه كل الاتفاقيات، هذه الجماعة رمت بهذه كل الاتفاقيات عرض الحائط ولم تنصاع لكل هذه الاتفاقيات ولم تعرها اي اهتمام. وبالتالي احنا امام جماعه فاشيه، جماعه ارهابيه تعتقل وتختطف وتقتل
كل من يحاربها وكل من يرفع صوته. اليوم هناك قمع وقتل وتعذيب وصلتنا من الفريق الميداني الخاص بالتحالف للسجناء في السجن المركزي بصنعاء، ونحن الآن نعمل على العمل في هذا الموضوع. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ رياض الدبعي مسؤول الرصد والتوثيق في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ براء. أستاذ براء، يعني تقرير التحالف اليمني رصد 9949 معتقل خارج إطار القانون في اليمن، هذا رقم مفزع في الحقيقة، أليس كفيلا بتحريك الضمير الإنساني العالمي؟ مرة أخرى يعني الحديث للأسف الشديد عن اليمن في كل المحافل الدولية تقريبا متأخر كثير جدا عن ما هو يعني ما هو حجم المعاناة. ولذلك دائما أنا أنصح أنه لا يتم الركون والاعتماد كثيرا على جهود المجتمع الدولي فيما يتعلق بهؤلاء المعتقلين. هناك بعض الأحيان صحيح ممكن الاستفادة من بعض الفرص، سواء كانت هناك مباحثات سياسية للضغط أو غيرها، ولكن الملف الحقوقي حقيقة فيما يتعلق باليمن لا زال متأخر كثير جدا. الطريقة التي للأسف ما زال ينظر إليها لليمن، ليس هناك تسليط ضوء على مثلا ما حدث داخل محافظة الضالع على سبيل المثال، عندما يكون مثل هذه الانتهاكات، وهناك نظرة أبعد أنه اليمن في مرحلة حرب أهلية في أحسن الظروف، وهناك دور كبير للتحالف العربي. بعض الجهود تقوم على محاولة إيقاف ضربات الطيران تحديدا، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن ما هي الانتهاكات الأخرى التي مارستها جماعة الحوثي. السبب الآخر أيضا هناك تأخر كبير لما يتعلق الحكومة اليمنية عن دور البعثات الدبلوماسية والبعثات الحقوقية في الخارج لإيصال ما هي معاناة هؤلاء أسر المعتقلين وغيرها كثير من الملفات. ما هو مهم الآن في هذه المرحلة استمرار عملية الرصد والتوثيق، إبقاء هذه القضية مفتوحة وحية، وتذكير في كل فرصة ومناسبة أن لدينا معتقلين، أن لدينا مختطفين، أن لدينا مخفيين قسرا، ومحاولة التذكير في كل مناسبة سواء ذلك في المحافل الدولية أو المحافل الحقوقية أو المحافل السياسية، حتى يتم مرحلة استمرار الضغط. ولا تكافأ حقيقة جماعة الحوثي بأنها أطلقت سراح المعتقلين، تكون مكافأتها بمنحها مكاسب سياسية. نعم أستاذ برا، يعني نلاحظ أن هناك هذه الانتهاكات تقع في صفوف الشباب بالذات الذين شاركوا في ثورة 2011، يعني كثير من الأحاديث التي يعني في أغلب المناطق خاصة في القرى من يقول بأنها هو انتقام لما حدث في 2011 ولما قدمته بعض المناطق من ثوار في تلك الفترة، لماذا برأيك؟ أصلاً إذا رأينا إلى طبيعة هذه الانتهاكات منذ اللحظة الأولى، هي استهدفت كل الشخصيات، سواء شخصيات اجتماعية أو شبابية شاركت في الثورة الشبابية في عام 2011. النقطة الثانية والتي هي للأسف الشديد لا يتم التطرق لدور الرئيس السابق علي عبد الله صالح. معظم هذه الانتهاكات تقع تحت عين وبصر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كون أنه هو يريد الانتقام من كل شخصية وكل شخصية شبابية أو إعلامية أو صحفية شاركت في الحراك الثوري في عام 2011. تم أيضا تبسيط المسألة بالنسبة للمجتمع الدولي بشكل كبير، أن المشكلة في اليمن هي المملكة العربية السعودية في مواجهة جماعة الحوثيين الذين هم ربما أن يكون لهم ارتباط بإيران، وليس النظر بحقيقة الأمر أن لديك انقلاب قام به النظام السابق على كل من شارك في الثورة الشبابية عام 2011 وتمارس الآن عملية انتقام حقيقية.
هذه هي النقطة الأساسية. دور الرئيس السابق وأريد أن أذكر أنه في أحد المرات التي تم فيها رصد بعض المعتقلين قال ذكر أسر المعتقلين أن كان لدى جماعة الحوثي كشف أخذوه من أحد عقال الحارات الذي كان يعمل لدى الرئيس السابق، أخذ الكشف بالكامل ثم ذهبوا باستهداف هؤلاء الشباب. فأعتقد أنها فقط تعزز يعني نحن نستطيع القول أن نقول بأننا في مجرد سلسلة من الجرائم الانتقامية لما حدث في 2011 من قبل الرئيس المخلوع وبشراكة بالضبط نحن في مواجهة ثورة مضادة، هذه هي تعزز حقيقة الأمر. نحن أمام ثورة وثورة مضادة. الآن الثورة المضادة تحاول أن تنتقم بكل ما أوتيت من قوة من كل الشخصيات الشبابية والسياسية والاجتماعية التي شاركت في الثورة الشبابية عام 2011، وهي مسار الثورات، ثورات وثورات مضادة. نعم أستاذ براء، أخيرا يعني كنت تتحدث يعني سابقا بأنه علينا ألا نركن للمجتمع الدولي كثيرا وأن ننتظر منهم الدعم أو المساندة، إذا على من يتم الركون بهذا الشكل أمام جماعة لا تحترم لا قوانين دولية ولا إنسانية ولا حتى يعني على مستوى الأعراف القبلية؟ يعني هي كثير من هذه الوساطات تمت بمبالغ مالية، كيف يتعامل المغلوب على أمره الفقير من لا يملك أي وساطات ولا أي مبالغ؟ أعتقد يجب على كل الفئات خصوصا التي تضررت من جماعة الحوثي أن تقوم يعني خلينا نعتبرها تشبيك أو تربيط فيما بينها حتى يكون هناك حراك مجتمعي واسع في مواجهة عنجهية وبطش جماعة الحوثي، وإبقاء هذا الحراك المجتمعي حيا وحاضرا حتى لا تتمكن جماعة الحوثي من التغول في المجتمع وقمع كل من يعارضها وكل من يختلف معها في الرأي. استمرار الحملات الإعلامية والحقوقية ودور المجتمع المدني يجب أن يكون حاضرا رغم الصعوبة، وأنا أتحدث أنه هناك صعوبة كبيرة رغم هذه التحديات يجب أن يكون حاضرا. النقطة الأخيرة الضغط على الجانب الحكومي، بمجرد ما يفتح موضوع الملف المختطفين والمعتقلين يجب عليهم بشكل واضح وبسيط، إذا لم يتم إطلاق سراح المعتقلين ليس هناك أصلا داعي للمباحثات السياسية، على أي أساس يتم البحث عن المباحثات السياسية ولديك آلاف المعتقلين والمخفيين قسرا؟ نعم، إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من لندن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة من المساء اليمني، كونوا برعاية الله وأمنه.